السلام عليكم. والحمد لله ونشكروا ان الدريه ما ماتتش وعاشت وفرحوا بها على والدها وارتاحوا نفسيا. غايه تبقى المشكل والاشكال هو ديال هذاك الاستاذ. انا بحال هذه القضيه قد تعاود تكرر وكاين تيطراو مشاكل بزاف في الابتدائي والاعدادي. نتمنوا من الله ونتمنوا من الناس المسؤولين ان بحال في هذه الحالات كاع إلا كان شي مشكل مع شي تلميذ في الاعدادي بالضبط والابتدائي في امتحانات ولا كاع حصل انه تيغش انهم ما يصيفطوش الدري للدار ولا يحيدوا الواقع انهم يتصلوا بالاباء ديالو ويعطيو بالوالديهم احسن انه ماشي بحال شي دري اخر بحال المستوى باقي نقولوا دريك مازال دري تيعرف هذوك دراري صغار وهذا الجيل هذا شويه حساس ونتمنوا من الله ان الدريه تكون عبره. الخبر ديال سمعنا الموت راه كلشي تصدم كلشي جاتنا بيزار ولكن الحمد لله ونشكروا من كتبوا الاطباء الخبر وقالوا ان الدريه عاشت وتجاوزت مرحله الخطر فرحه كانت كبيره لكل شيء الحمد لله ونتمنى من الله ديك الدريه تقوم ثاني وتوقف على رجليها وفرحوا بها والدها وعواشرها. هذه السبب تيقولوا ان الاستاذ ديالها الاستاذ اللي كان مراقب في المدرسه اللي تقرا فيها تدوز في الامتحان شد تلقات عندها تليفون دخلوا الناس طلبوا على التليفون راه ما كاين والو ما سرقه ما نقله ما والو ان غير التليفون لقات جا شي ميساج حيد لها الورقه وخطر عندنا قال لها انت عتسقطي. الدريه ما تقبلاتش داك الشيء الدريه عقل دريه صغيره شوش قال لها مخها. الغريب في الامر انه مدرسه الدريه مينوره تخرج وسط الامتحان وطلقها في الزنقه دون اخطار الاهل ديالها. هادشي خصو يكون راعيو خصو يدار لي شي حل. مينور ضروري تعيط لوالديه ولدك هذا وداك تعطيه لوالديه في باب المدرسه اما تخرجوا من الامتحان بحال هكاك شويه بيزار. والدي ما عمره يعيط لوالديه يقول له ما كاين وكاين والحمد لله راه ما كاينش شي دار ما فيهاش تليفون. الو المدير من عند مدير المؤسسه يتصل او المشرف العام ديال المؤسسه او اي واحد يتصل بالعائله ويخطرها ما يخليوش الدريه تخرج في هذيك الحاله مريبه نفسيا. تيقولوا ان كلت السم ولكن النوعيه ديال السم ولا اشكال داك الشيء شي بقى الطب ولا يعرف اشكال نوعيه السم اللي كانت ونتمنوا من الله ان تكون هذه الدار عبره بزاف د الحوايج. يا سلام عرفتي شناهي تقول شي ام تفرح تقول لها ولد من تقول لها تسمع البارح الموت واليوم تقول لها راه ولدك حي الفرحه ديال ديك الام راه ما توصفش اصاحبي. المشكل عرفت شنو نقول لك وزاره التربيه والتعليم التربيه تتسبق التعليم نتعاونوا مع العائلات. كان الاستاذ كانوا في السبعينات والثمانينات والناس الاولين اللي كانوا تعاودوا لنا ان كان الاستاذ ولا المعلم كان تعاون العائلات في التربيه ديال ولادهم. كانوا الناس ديال الدرب تعاونوا الناس في التربيه ديال ولادهم. دابا الوقت تبدلات ونتمنوا من الله نتمنوا اللطف ديال الله وصافي والحمد لله. من تسمعوا اخبار ديال الدريه راه عاشت الحمد لله ونشكروا افرحوا بها والديها. والدريه باقا صغيره ماشي دريه اللي كبيره باقا ما شافتش في الدنيا والو اصاحبي. واه يا سلام تفرح شي ام في هذه العواشر تفرح شي مسكين في هذه العواشر راه شي حاجه كبيره عند الله اصاحبي. راه الضحكه في وجه الانسان راه صداقه. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma